بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكر موقع شوف تيفي على هذا التفاعل حول قضية غلاء الفاتورة ديال الماء والكهرباء. بداية القصة جات تقريبا أسبوع هادي. كنت فاجأ باللي أن الفاتورة ديال الماء والكهرباء الشهر 6 كتجي بواحد المبلغ اللي هو مرتفع جدا. كنسطر على أن المبلغ اللي هو مرتفع جدا يقدر ب 870 درهم. هاد الفاتورة اللي صراحة أنما الأسرة ديالنا مولفاش على أنها تخلصها في ظل الراتب ديال رب الأسرة اللي ما كيتعداش 1500 درهم. الوالد اللي هو جندي متقاعد فنى العمر ديالو في الصحراء المغربية وفي مواجهة الأعداء، الراتب ديال 1500 درهم، راه انتم عارفين الراتب ديال 1500 درهم شنو هو يقدر يدير المواطن المغربي. كيف يعقل على أن فاتورة ديال شهر واحد تجي 870 درهم وتحيدها من 1500 درهم؟ بالله عليكم الإخوان، واش اللي كيتخلص ب 1500 درهم وتجي فاتورة ديال 870 درهم تقريبا 630 درهم، شنو غادي دير؟ شنو غادي دير لواحد الإنسان اللي كيعاني من المرض ومن مشكل نفسي ومن المشاكل ديال الحياة اللي هي غالية وغلاء المعيشة في ظل الظروف ديال كورونا؟ بالله عليكم، واش المبلغ ديال 870 درهم اللي جابته الوكالة لواحد المواطن كي عنده الصالير على قد الحال؟ ما صراحة كنستغرب. هاد الغلاء اللي جانا في الفاتورة ديال الماء والكهرباء شخصيا دفعني أنني نكتب واحد التدوين على الفيسبوك، عبرت فيه على الاستنكار ديالي للغلاء ديال هاد الفاتورة، ومن حقي كمتضرر وحقي في الاحتجاج، هو حق مشروع راه الدستور المغربي كيخول لي على انني نحتاج، راه الفصل 13 14 من الدستور المغربي كيعطيني على ان حق يعطيني على انني كمجتمع مدني على ان من حقي نقيم عمل المؤسسات. هادشي راه جاري بالعمل، راه ما قلتش شي حاجه عيب. القضيه ديال الخرجه ديال النقابه، داك البلاغ اللي صراحه فاجئني وفاجئ الجميع. بعد التدوينه بثلاثه ايام كنتفاجئ وكيتفاجئ الوسط ديال مدينه القصر الكبير باللي ان النقابه ديال الموظفين ديال الوكاله المستقله للماء والكهرباء كتخرج بواحد البلاغ كتستنكر فيه التدوينه ديالي، وداك البلاغ اللي هو بلاغ تهديدي وبلاغ كيحاول على انه يكمم الافواه ديال واحد المواطن اللي هو مقهور بالنتيجة ديال غلاء الفاتورة ديال الماء والكهرباء. صراحة ما فهمتش هاد الخرجة كيفاش بلاغ ديال واحد النقابة اللي من المفترض على أنها تكون كتدافع على المواطن ماشي ضد المواطن. صراحة لحد اللحظة كنستغرب من هاد البلاغ ديال هاد النقابة. احنا كأسرة، أسرة كتكون تقريبا من 5 إلى 6 أفراد، ما كنفوتوش 450 درهم، هذا اقصى ومع ذلك كتجينا غاليه. كيف يعقل على انها جينا 870 درهم؟ نزيدك واحد نقطه اخرى بالنسبه للبلاغ ديال النقابه اللي كيحاول يحاسبني على بعض النقاط اللي ذكرتهم. خصهم يعرفوا هاد النقابة مزيان على ان تقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات راه كلشي قراه تقريبا، كيهضر على الاختلالات، كيهضر على الاختلالات ديال هذه المؤسسة، ومن حقي على انني نذكر الاختلالات. راه المواطن القصري كيعرف الاختلالات ديال المؤسسة، وراه غالبية المؤسسات راه كتشهد بعض الاختلالات، راه هادشي جاري بالعمل، ماشي زعما شي حاجة اللي هي جديدة. بعد الأخذ ورد، بعد الجدل اللي ناض، اكتشفت على أن بزاف ديال الناس توصلوا بفاتورات اللي هي بأثمنة خيالية صراحة.
ما عرفناش شنو هو السبب ديال هاد الفاتوره. حنا ما قلناش حتى شي حاجه, حنا ما قلنا حتى شي حاجه, حنا بغينا هاد الناس يدقوا في العداد ديال الماء والكهرباء. التقرير ديال المجلس الاعلى للحسابات راه صادر عن مؤسسه رسميه اللي كيرأسها جلاله الملك. راه ما يمكنش على انكم تمنعوا واحد الشخص يعبر على رايه, ما يمكنش. راه الدستور المغربي كيخول لي على انني نعبر على الراي ديالي. كانت واحد النقطه في البالغ ديالهم, لانها نقطه كانت فيها التهديد. كنظن على ان هاد الناس هادو ما عرفتش واش ما قاريينش القانون, واش ما عارفينش شنو هو كيقولوا. انا كمواطن قصري وكمجتمع مدني من حقي نقيم عمل المؤسسات, ومن حق اي مواطن قصري ومن حق كأي فرد من المجتمع المدني من حقه يقيم عمل المؤسسات. هذه المؤسسات راه حنا كنخلصوا فيها رزقنا, كنحطوا فيها الدم ديال جوفنا, كنحطوا فيها رزق وليداتنا. راه من حقنا على اننا نحتجوا, من حقنا على اننا نحتجوا. كلمه اخيره, الله يهديهم هاد الناس علينا. هاد الناس هادو خصهم يراعيوا الظروف ديال السكان ديال مدينه القصر الكبير. غالبيه الناس ديال السكان مدينه القصر الكبير راه الناس راه لا حول لهم ولا قوه, الناس كتعتمد غير على البيع والشراء. انتم عارفين على ان الظروف ديال كوفيد بزاف ديال الناس فقدت العمل ديالها, بزاف ديال الناس راه ما بقاتش كتخلص, بزاف ديال الناس راه بالكاد لانها عندها واحد الراتب اليومي راه ما كيتعداش 50 60 درهم. كيف يعقل لان الفاتوره تجي 800 900 الف درهم؟ ما فهمتش. كإضافة كان وقع واحد الاجتماع مع المدير ديال المؤسسة اللي صراحة مشكور. كان استقبال اللي هو جيد, وحاول على أنه يلقى لنا الحل, حاول على أنه يقدم مبررات على الغلاء ديال على المشكل اللي وقع. باش نكونوا واضحين الاخوان, هذا المشكل هذا خصو يكون عنده حل جذري, لان ما يمكنش على ان المواطن القصري يبقى ديما كيخلص في هذه الفاتورات اللي غاليه بزاف.